جهود متواصلة تبذلها الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطن بجميع محافظات مصر من خلال تطوير المستشفيات والمراكز الطبية والمبادرات الصحية المجانية. أقام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي احتفالية بمناسبة الوصول للرقم 25,000 في إجراء العمليات الجراحية للمواطنين. في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، احتفلت مؤسسات صناع الخير أحد أعضاء التحالف بإجراء العملية الجراحية رقم 25,000 للمواطنين، وذلك ضمن فعاليات إجراء أكبر عدد لعمليات جراحات عيون في يوم واحد. إحنا فخورين إن إحنا بنحتفل بوصول أعداد المستفيدين من إجراء العمليات الجراحية في مبادرة عينيك في عينينا إلى 25,000 مستفيد على مستوى الجمهورية. الرقم ده الحقيقة بالنسبة لنا مش مجرد رقم، ده بيمثل رحلة نجاح ورحلة كفاح الحقيقة ورحلة تعب، إن إحنا نقدم ونحقق معادلة صعبة، نقدم خدمات طبية متكاملة ذات جودة لأهالينا في كل شبر تقريبا في أرض مصر وبالمجان تماما في مجال الحد من مسببات العمى. نحتفل بالعملية رقم 25,000 في محاربة مسببات العمى. في صناع الخير الحمد لله مبادرة شغالين عليها بقالنا فترة كبيرة اسمها عينيك في عينينا، ديت برعاية مجلس الوزراء. القوافل بننزل القرى الأكثر احتياجا في مراكز حياة كريمة في المحافظة، بننزل للأهالي هناك في أماكن تجمعاتهم في القرى، بدل ما هم يروحوا المستشفيات احنا بنروح لحد عندهم هناك. بننزل نكشف على الناس، بنبدأ أولا الكشف الطبي، لو حد محتاج علاج بنصرفه له مجانا، لحد محتاج نظارات بنصرفها له مجانا. اطلقنا المبادره وكان هدفنا ان احنا ان شاء الله نصل في 6 سنوات للكشف وفحص واطمئنان مليون مواطن مصري من كل محافظات الجمهوريه. استهدفنا في هذه المبادره 2000 قافله طبيه خدمت اكثر من 3000 قريه وعزب وناجع وتابع. النهارده بنحتفل باجراء العمليه 25,000 من العمليات الحمد لله اللي تم الفحص لاهالينا المستحقين لهذه العمليات. بنقدم خدمة طبية لجميع فئات المجتمع، وبنقدم هنا جميع العمليات مثل عمليات المية البيضاء وعمليات الشبكية وعمليات التجميل وعمليات الحول. دي الخدمات اللي بنقدمها عندنا في المركز عندنا هنا، وجميع الفحوصات مثلا عندنا إشاعات والسي تي، عندنا مجال إبصار، عندنا مقطعية، عندنا مقاس عدسة، عندنا بنتكام. دي جميع الخدمات الطبية الموجودة عندي هنا في المركز. الاحتفالية تضمنت توعية المواطنين للحد من مسببات العمى وفي إطار تقديم خدمات طبية نوعية متكاملة ذات جودة في مختلف التخصصات ومن بينها مجال العيون. بنعمل حملات توعية للمرضى خلال اللي احنا بنفهمهم ازاي يقدروا يمارسوا حياتهم الطبيعية، بس بشكل يعني نحافظ اكتر ان احنا ما نعملش اي مشكله في عينينا لا قدر الله. جم عندنا في القرى وكشفوا على اعداد مهوله بجد، اعداد مهوله، وطلعوا حاجات وصرفوا علاج للناس اللي تعبانه وبيعملوا حاجات وبيعملوا عمليات. ادينا جايين نعملوا عمليه النهارده. الحمد لله والله ما خلونا نعمل اي حاجه، يعني جابوا لنا قطرة ونظارات وكل المشروع الله يديهم الصحة والله. في الحلاق جابوا كل اللي عايزينه، علاج ببلاش وده ببلاش وكل حاجة. عمل متواصل للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتقديم كافة أشكال الدعم للأشخاص غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية من خلال إتاحة الخدمات الطبية والعمل على تكفيف منابع الإعاقة البصرية، وذلك عبر إجراء عمليات جراحية وتنظيم قوافل طبية تجوب القرى والمحافظات. جيرمين إبراهيم، التلفزيون المصري.